ألو، نرحب بضيفتنا الموجودة معنا في الاستديو، أخصائية التغذية الدكتورة جوان غانم. حياك الله جوان، صباح الله بالخير. صباح النور، شكرا للاستضافة. يعطيك العافية. اليوم موضوعنا جميل وغريب شوي، يعني شفنا حول الكثير من الجدل، فنبغى نعرف منك أكيد لو تختصري لنا شو يعني الصيام، أو مو الصيام اللي هو صيام الماء؟ صح، صيام الماء. نعم، صيام الماء هو صيام أول شيء، يعني خلاله منقطع عن الأكل نهائيا ومنشرب بس مي، بس مي. فترة الصيام عن بالصيام الماء هلا عم نشوف يعني إنه قد ايه لازم يتراوح، في يتراوح بين 24 ساعة ل 21 يوم، هذا شيء كثير اكستريم بيكون. نعم، بس بالمعدل الطبيعي يعني 24 ساعة نهار لثلاث أيام ماكسيموم. بخلاله اكيد متخيل انه النشاطات بتخف، يعني من خلاله بنكون ما عم نعمل نشاطات الحياه العاديه او عم نعمل اكزرسايز او هيك، فبنبطئ كل شيء وما بنكون عم ناكل، كرمال نستفيد من فوائد المي وفوائد الصيام اكثر. يعني هو مش كرمال نستفيد من المي بس، لانه الصيام كثير مهم للجسم، لها فوائد. انزين، حدثينا عن هذه الفوائد. يعني اليوم الشخص اللي يبغى يتبع الصيام، صيام المي، ليش يتبعه ومتى لازم يتبع هذا الصيام ومتى يحدد؟ يعني شلون انا عارف انه يبالي ثلاث ايام ولا اروح اسبوع ولا 21 يوم؟ هلا اول شيء دائما العالم بس يفكروا دايت صيام، فكروا انه خساره الوزن، فانا بقول لاشخاص اذا عم تعملوا هذا الدايت لخساره الوزن منا الطريقه اللي نحن بننصح فيها، بس اذا عم تعملوها لفوائد صحيه بالعكس هذا الشيء انا شخصيا بشجع انه ينعمل تحت اكيد نكون عم نعرف شو عم نعمل. فاذا عم تعملوا هذا الصيام تيخف وزن، يكون رح يخف الوزن بس رح يرجع نكسبه، لانه المي رح يكون عم بيروح مي من الجسم. بس اذا انتم عم تتبعوا هذا النظام بعقليه انه انا عم بدي احسن، بدي اعمل ديتوكس، بدي نشط خلايا بالجسم، بدي ريح جهاز الهضمي، فالدراسات عم تفرجي انه هودي كلهم بيعملهم جهاز الصيام. نعم، انا اشوف صراحه اجوان انه هو هذا الصيام شوي صعب، لان نحن جالسين نعتمد بس على المي. اكيد نتكلم معك بالتفصيل اكثر، ولكن شو الفرق بين صيام المي وصيام المتقطع او الصيام العلاجي؟ بالصيام المتقطع بنكون عم نتبع نافذ ويندو اكل، يعني فترات مقتصره للاكل، بس تكون عم ناكل اكل عادي، ما في نوع اكل معين ما عم ناكل منه عاده، فبتكون ساعات قليله الايتينج ويندو بتكون فيها صغيره. بالصيام العلاجي بنكون عم نتجنب ماكولات معينه. نعم. مثلا لفتره، مثلا اللحوم يمكن او مسببات تعمل حساسيه. اما بالصيام الماء بنكون نهائيا ما عم ناكل شيء، فكل حاله منهم لها انديكيشنز، يعني لها اوقات ننصح مثلا بصيام متقطع او صيام العلاجي. بس بالصيام المي هون ضروري نستشير حدا مختص، لانه ممكن يكون عم نضر حالنا اذا ما عم نعمل مزبوط، ولازم نحضر حالنا قبل ما نفوت بالصيام على طول. يعني ما نرم ان نفوت على الصيام على طول، صعب خاصه لازم اذا يصير حدا في تحضيرات. صح، اذا نعم. حدا مثل ما قلت مش معود، يعني صحيح كيف فتك بده يفيق انه 24 ساعه ما ياكل، فلازم يكون عم بحضر حاله قبل. صحيح، يكون صعب. زين، هو شو اللي يختلف اليوم اذا بحدد الايام صيام المي، اذا قررنا ان نعتمده؟ شو اللي يفرق؟ هل الوزن، العمر، حتى انا اروم اني احدد ايام الصيام هذه ايش كثر لازم تكون؟ لا، هو حسب قد ايش الشخص بيتحمل اول شيء. هلا اذا العمر، رح نحكي كمان عن الاشخاص اللي ما لازم يعملوا هذا الصيام، اكيد ما بننصح بالولاد ابدا انه ينعمل للصيام. من اي عمر ممكن؟ ما في عمر معين، بس للاطفال يعني اللي هن عم بيكبروا بفتره النمو، يعني يمكن 18 20 سنه، ليش بده يعمل صيام ووتر فاستنج؟ الحوامل، اكيد الاشخاص اللي عندهم امراض او امراض مزمنه، اذا عندهم سكري اكيد، يعني غير الامراض المستعصيه، فهؤلاء الاشخاص ابدا ما بنصحهم يعملون. فغير هيك بدنا نبلش نعود حالنا، يعني بنخفف تدريجيا، بنعمل يمكن صيام متقطع بالاول، بعدين عم نصير شوي شوي نزيد الفترات البلا اكل تنوصل ل 24 ساعه مرتاحين. نعم نعم، جميل. يعني خلينا نقول ان هذا الصيام المي كل فوائده هي تعود لتنظيف الجسم ومساعده الامعاء لعمليه هضم جيده فيما بعد، يعني لما نرجع خلينا نقول لنظام غذائي اخر. اليوم اكيد كمية المي اللي لازم نشربها خلال صيام المي، شو هذه الكمية؟ هلا بتكون بين 3 ل 4 لترز من المي. بس ننتبه شغله انه نحن اذا شربنا مي هالقد فينا ستيل نتعرض لجفاف،
وفينا انه يكون ستيل نتعرض لصداع، وفينا نكون يعني ما عم تفيد، ما المي اللي عم نشربها تكون عم تدخل على الخلايا. فكل من هيك بنشوف هلا رح نحكي كمان في مراكز بتعمل، يعني ناس بفوتوا على مثل اوتيلات يعني تيعملوا هذا الصيام صيام المي، وبيعطون مع المي ملح اللي هو الهيمالاين سولت. نعم. كرمال مش بس نعطي المي، نعطي المعادن. كثير مهم ليل ترطيب الجسم يكون عم نعطي معادن، والا كل المي اللي عم نحطها بالجسم ما عم بتفوت على الخلايا، ما عم نستفيد منها. ما لها فائده. زين الاشخاص اللي يسوون هذا الصيام بروحهم في المنزل يرمون يستفيدون، يعني لازم يضيفون شيء مع المي حتى يصير هذا الصيام جيد؟ فيهم اكيد ما بدنا نضيف الاشياء اللي فيها سعرات حراريه، يعني مثلا السيربس او الشرابات لا بقلبها. العصير اكيد لا. ففينا شوي حامض، عصرة حامض او شوية ملح، كرمال نكون عم نعزز المعادن، بس هيدا الشيء يعني بس لما نكسر الصيام يعني. زين، انا اعرف ان موضوع هناك شيء اسمه مشروبات الديتوكس اللي ممكن يستخدمونها، اللي هي المفروض انها طاردة للسموم وغيرها، هل هذا نفس النظام يشتغل؟ يعني صيام المي هو نفسه موضوع هذه المشروبات؟ هلا اذا نحن عم نشرب هاو مشروبات وبنفس الوقت عم ناكل اكل، بنفس النهار عم ناكل الاكل وعم نتعرض، عم نحط مستحضرات تجميل فيها مواد مضره، ما رح يكون عم نعمل ديتوكس للجسم، يعني مش رح المي هيدي اللي فيها شويه خيار او عصير حامض يعني تشيلهم. فهو كمان بس فتره صيام المي كثير مهم نحن نكون عم نعمل ديتوكس للجسم الى جانب بس الاشياء اللي عم نشربها. يعني نقطع الاكل تماما. ايه، او الاشياء اللي عم بتسبب سموم. فجوابا على سؤالك انه انا اذا عم بعصر عصره حامض وبنفس الوقت عم بتعرض لسموم، لا ما راح يعمل ديتوكس. بس اذا عم خفف الى جانب هيدا المي، اذا بدي اخذ مي والحامض والخيار وهالاشياء، عم بتبع نظام خالي مش بس بالاكل، حياتي خالي من السموم او خفيف السموم قد ما فينا، ممكن نستفيد يعني قدر الامكان. قصدك اليوم نبى نتكلم شوي على موضوع الايجابيات والسلبيات، قولي لنا نقطه نقطه بين الايجابيات لاتباع صيام المي وشو هي السلبيات اللي ممكن تقابلها. اوكي، هلا اول شيء بدنا نفهم شو بيصير بفتره الصيام، نعم، وليش بنتضايق نحن، وليش هلا رح يعرفوا الاشخاص اللي بيتبعوا هذا الصيام عن شو عم بحكي، انه اول 24 ساعه هن اصعب ساعات، يعني لانه الجسم ببلش بيقشط السكر بالجسم، وببلش الجلايكوجين اللي هن مخزون السكر الموجود بالكبد وبالعضل ببلش يتفكك ويطلع سكر، نعم، الجلوكوز. هيدا باول 24 ساعة، هو بنحس بتعب وانه هيك مش كثير مرتاحين. بتاني يوم بنبلش خلص ما بقى في مخزون سكر بالخلايا، ببلش الجسم ياخذ الانرجي من الدهون، من الدهون. نعم. فهون بنبلش نحس بطاقة أكبر. بتالت يوم اللي هو أهم يوم إذا نحن عملنا ثلاث أيام، بصير في عنا شيء اسمه أوتوفاجي. هلا رح تسمعوا عنها كثير كمان بالأيام، أنا دائما بحكي عن علم الشيخوخة وعلم اللونجيفيتي وعلم مكافحة الأمراض. نعم. لأنه نحن بس نتعرض لسموم، كثير نحن كل الوقت متعرضين لسموم، لفيروسز، جسمنا كل الوقت عم بيشتغل. فبس نحن نكون عم خلايا الإميونيتي المناعة عم تاكل فيروسز، في رواسب بتبقى بالجسم ما بيقدر يتخلص منها الجسم. فبتالت نهار اللي هو بصير فيه الاوتوفاجي، بصير عم بيتخلص من هيدي السموم الجسم. جميل. بدنا ثلاث ايام تنوصل لهالمرحله. نعم. فهيدي الفوائد، بس نوصل لهالمرحله بنبلش نلاقي انه الجسم من برا شو عم بيصير. اول شيء المود كثير احسن، البشره كثير بتتحسن، بلاحظوا تحسن بالبشره، التركيز بالعكس بصير فيه، يعني ثالث نهار واو بصير انه لا كثير حلو كل شيء. والجوع هني هل يشعر الشخص انه يعان؟ هلا في فترات اكيد حسب كل شخص، بس اكيد راح يكون جوعان الشخص. بس هو ليش بننصح انه هيدا صيام المي ينعمل بمحل مختص؟ لانه بيصير في عندهم براكتسز ثانيين، يعني انت اذا جالسه بالبيت رح تضلي عم تفكري بالاكل. صحيح. صح، او اذا انت عم تعملي افورت عم تشتغلي رح تجوعي. بس اذا نحن عزلنا حالنا، هو كثير مهم الى جانب هيدا صيام المي شو بنكون عم نعمل، يعني بالمراكز اللي هن بيكونوا ويلنس ريتريتس او اوتيلات مختصه بهالاشياء. مثلا نفيق الصبح بكير، نعمل يوغا، بنعمل نشاطات كثير خفيفه ما فينا نعمل اكزرسايز، بنرجع بنقعد بنشتغل على صحتنا النفسيه يعني اكثر. نعم. ما بنخلط كثير بناس، ما يكون في عندنا كثير جهد، ما نتعرض كمان على انه تخيلي انا صايمه على المي، روح مثلا كونوا قاعدين عم بياكلوا حد، فهيدي الانعزال كثير مهم. ف
فشو بنساعد حالنا بيكون احسن؟ يعني افضل ان الشخص يتجه للمراكز المختصه على اساس أكيد. انه يستفاد بشكل كامل من صيام الماي. وكثير عادة عيبني انا الصراحه الموضوع. هلا حكي هيك هلا الفعل ما بعرف لان فيه الفعل يمكن يكون صعب تطبيقه، ولكن الفوائد جميله يعني على الجسم بشكل أنا عام. انا شايفه انه كنت عندي خبره بهذا المجال، يعني شغله بهيك مراكز، بتشوف الاشخاص بعد 3 ايام عن جد كثير مبسوطين، وبنحكي عن الوزن اكيد رح يخف الوزن لانه رح تطلع المي، هي المي اللي عم بنزل. فنحن اذا عملنا صيام اكثر من 7 ايام ما بدنا اكثر من هيك، لانه رح نبلش نخسر عضل ونخسر نتعب اكثر. كحد اقصى 7 ايام. ايه هلا لا اسباب علاجيه ممكن نروح ل 21 يوم في مراكز هون، اكيد بدك مركز واطباء وكل شوي بيسحبوا دم وكل شوي بيتاكدوا بيعملوا في فحوصات معينه بتنعمل دوريا يعني كرمال يتاكدوا انه في كيتوسز، يعني مرحله فتنا بحياه الكيتوسز يعني مثل الكيتو دايت. هودا في كثير اشياء يعني احسن اكيد هون اكون عم تابع مع حكي. نعم. انزين شو سلبيات الصيام؟ السلبيات اول شيء مثل ما قلت انه اذا الاشخاص عندهم مرض او سكري او صعوبة، شو هو السكري؟ هو انه الجسم ما بيقدر يتحكم بالسكر، فاوقات بصير في عندنا كثير بيك او هبوط، فهو صحيح. الشخص اذا عنده مشاكل او مقاومه انسولين كثير رح يتضايق، رح يصير في عنده هبوط مفاجئ يعني. كثير عادة نحس بتعب، بس اذا حسينا انه غطى قلبنا او باغماء او بصداع لا يطاق هون لازم نوقف، يعني هيدي السلبيات ممكن تصير، بس تعب بسيط محمول اتس اوكي. في اشخاص مثل ما قلت الصداع، في مثل ما قلت الجفاف كمان، مع انه عم يشربوا مي يتعرضوا للجفاف، لانه نسبه الاكل نحن بالاكل في مي، فبس نوقف الاكل رح نكون بس مصدر المي من المي اللي عم نشربها. وهيدا الشيء بتراوح من شخص لشخص الحاجات بالمي. واذا هو اوريدي الالكترولايتس اللي هن الصوديوم والبوتاسيوم اللي نحن بنزيدهم بالملح منهم كثير منيح، عنده رح يتعرض لجفاف. فهول الاشياء نعم هذه الممكن اللي سلبيات اللي ممكن تصير. انزين هل ينصح مثلا باتباع هذا الصيام مثلا في فصل معين في السنه؟ يعني هل ينصح في وقت البرد ولا ينصح ولا هو ما له علاقه؟ لا هو في يكون جزء من نظام الحياه، يعني فينا مثلا مره بالشهر، انا مثلا كل شخصيا شهر. مره بالشهر بنصح الاشخاص اذا فيهم 24 ساعه مره بالشهر بيكون كثير منيح لهم لجسمهم. جميل نصيحة جميلة. ما توقعت اقول لك لا ما بيسوى. انا توقعت تقولي لي كل 6 اشهر صراحة، توقعت تقولي لي كل 3 6 شهور يعني ممكن، ولكن كل شهر يعني فترة صحيح يعني يحتاجها ان الجسم حتى ينظف. صح. السؤال هنا يعني نحن لما نعتمد على الماي بس ما نروم ناخذ معها قهوة شيء ثاني؟ مثلا لو انا ابغى اتبع هذا الشيء ولكن بس ودي اشرب قهوة الصبح مثلا يصير؟ هلا في كثير اراء عن هذا الموضوع، بس لا انا ما بنصح، لانه القهوه رح اول شيء تعرضك لجفاف زياده، اوكي، ثاني شيء رح تنشط لك اكثر يعني الدوره الدمويه، يعني اذا انت اولريدي متضايقه رح تضايقك اكثر، وخاصه على الريق اذا منك اكل. انا ابدا ما بنصح انه تنشرب القهوه. ثاني شيء نحن اذا عم نعمل ديتوكس، اذا عم بستعمل اي نوع قهوه، نحن بنعرف انه القهوه هي من اكثر النباتات المرشوشه اللي فيها مبيدات حشريه، فاذا بدي اخذ القهوه دائما بنصح تكون اورجانيك، فكمان عم فوت سموم على الجسم بتكون، فبهال بس 24 ساعه اذا فينا بس نشرب مي بكون احسن. جميل صراحه. اليوم اكيد صيام المي صاير ترند الفتره اللي طافت، وجالسين نشوف كثير من الاشخاص يتبعونه. ممكن هناك اشخاص ما يتجهون الى اخصائي تغذيه، هم يعني من نفسهم يقومون بهذا الشيء ويتبعون هذا النظام. هل انت قلتي لازم يتم التحضير من البدايه ان حتى نحن داخلين على موضوع صيام المي، في حاله ما صار هذا التحضير هل هناك ضرر على الجسم؟ لا ما راح يصير في ضرر على الجسم اكثر من هو الشخص يعني راح يتضايق كثير، يمكن ما يتحمل. يعني في اشخاص عادي، في اشخاص عادي عندهم، حتى في اشخاص، انا مثلا شخصيا ليش بعمل هذا الصيام؟ بعمله اوقات اذا كثير قطعت باسبوع، كثير اكلت، كثير خلص خبصت على الاخر يعني، وما بقى في، انا ما بقى في اتحمل، فكثير رح يكون سهل لإلي ثاني يوم اني خفف، لانه اوريدي كثير اكلت قبل بنهار، فحسب كل شخص وقد ايه بتحمل، بس ما في سيئات ل 24 ساعه، الا اذا هو الشخص عنده امراض مزمنه او سكري او اكيد مثل ما برجع بقول الحوامل او الاشخاص الاكبر من 75 سنه، هو اكيد ما بننصحهم اصلا يعملوا يسوون هذا الموضوع. انزين عند العوده لنظام الحياه الطبيعيه ونبغى نرد، شو هي اول وجبه غذائيه نروم ناخذها من بعد صيام المي؟ فينا نبلش بالعصائر،
لا خفيفه ما فيها كثير الياف يعني. احنا يعانين جوان يعني نشرب ماء نبغى شيء حاطين شيء. هلا اذا اول 24 ساعه اتس اوكي فيك مثل تكون مثلا بلش نهار بعصير اخضر وترجعي ثاني وجبه تدخلي عليها الاكل العادي، بس لانه صايمه ما فيك اول شيء تدخلي على الجسم شيء صعب ينهضم لانه عم تريحي الجهاز الهضمي. صحيح. فما فيك دغري تعطيه شغل للجهاز الهضمي. نعم. فبنعطي سوائل كرمال نريح شوي يعني ناخذ انرجي ناخذ شويه فيتامينات ويعني احسن هيك بيكون، بس واشخاص ما رح اصلا تقدر يعني دغري تبلشي بوجبه مفروض. نعم. يعني نعم. هلا عقب يرمون انهم ياخذون وجباتهم مثلا الغداء بشكل طبيعي. ايه. اللي هو اذا على 24 ساعه. هلا اذا اكثر من 3 ايام لا بدنا نفوت بشيء اسمه بروجريسيف دايت، بنبلش بالسوائل، بنبلش بثاني وجبه بتكون مثلا ما فيها كثير الياف يعني بس شويه رز مع شويه بروتين هيك مش كثير خضره انه صعبه الهضم، ونرجع يعني ثاني او ثالث نهار للنظام الغذائي العادي. هلا لل 21 يوم هون كمان بيكون اكثر بيمتد اكثر، يعني تخيلي لك 21 يوم ما عم تاكلي ما فينا دغري نفوت اكل. الاشخاص اللي يوصلون لمرحله ال 21 يوم هني شو هي الفوائد؟ هل ياخذون فوائد اكثر من الاشخاص اللي كان عندهم 3 ايام بس؟ وكيف يصير يعني نظام حياتهم بعدين؟ يعني كلمينا عنهم اللي ياخذون فترات طويله في صيام المي. هلا انا عم بحكي بكل اوبجكتيف عرفتي بحسب شو عم تفاجئ الدراسات، بس المشكله الدراسات عم تنعمل على الحيوانات بعد ما في دراسات على الانسان. نعم نعم. مرة قريت شيء كثير حبيته وعجبني، هلا كمان في شوي شوي لما نشوف الدراسات شو بتبين. نعم. قريت انه في شخص عمل فاستنج لهالقد وقت ولاحظوا انه اعضاء الجسم زمت يعني صغرت. نعم. صغرت يعني الكبد صغر في يعني مش بس. نعم. شكله هو يعني نعم. اكيد الاعضاء الداخلية الاعضاء الداخلية بس رجع شوي شوي لحياة نظام الاكل. نعم. لاحظوا انه رجعوا لمكانهم هود الاعضاء بس جددوا الخلايا فيهم، يعني صار في خلايا جديده فيهم، وهيدا هو انه يعني الاميونيتي خلايا الاميونيتي اللي هو جهاز المناعه. نعم. وغير الاشياء بتبين على الشخص انه ببين صغير، فهود الدراسات عم بتفرجي هالاشياء خاصه على الفئران، يعني انه الميتابوليزم كثير كثير بتحسن بعد اكيد 21 يوم اللي هو شيء ما بنصح هلا دغري. صحيح يعني هذا اول مره اكستريم يعني. صحيح صحيح. اليوم انت قلتي في بدايه حديثك ان هذا الصيام ما نقدر نعتمد عليه كدايت او هدف منه فقط انقاص الوزن. أكيد. ليش جوان اذا ممكن هناك اشخاص ودهم يتبعونه حتى ياخذون كل الفوائد؟ يعني انا بساعد الجسم يتخلص من السموم واحافظ على البشره وغير الفوائد الجميله وبنقص وزن، ليش ما يصير الوزن اللي راح تخسريه؟ دائما انا بقول للاشخاص هلا هون بيقولوا لي ابى اضعف اول شيء، بقول لهم انت بنحكي عن العضل والمي، لا ما بيهمني بدي اشوف وزني عم ينزل، اهم شيء الوزن كامل انه ينزل الرقم اللي على الميزان. سو اذا نزل هذا الكيلو المي اللي نزل كثير ما رح ترجع تاخذيه اول ما تاكله، يعني مش انه هي خساره وزن دائما، يعني اوكي رح تنبسطي ليومين بس بعدين. يعني بس كم ممكن ينزل الشخص؟ يعني ممكن ينزل 3 كيلو خلال هذه الفتره؟ في تقريبا 900 جرام باليوم تقريبا. نعم. بس مي مش انه عم بيخسر شيء يعني اكثر بعدين. هل هو بسبب ان نحن ما قاعدين نسوي تمارين رياضيه؟ يعني ليش ما نخسر؟ يعني لو انا مثلا سويت صيام المي لمده 21 يوم ما اتوقع اني انا ممكن راح ينزل وزني ولكن ما يرد عقب ل 21 يوم. هلا الشخص انا بتخيل الشخص اللي عم يعمل 21 يوم هو اوريدي عنده وعي على صحته اوريدي كثير، ما توصل ل 21 يوم يعني هو اوريدي كان عم بتحضر عنده. نعم. نظام صحي ف يمكن يرد شوي منه، بس كثير مهم من بعد هذا الصيام شو نتبع نظام الحياه اللي عم نتبعه، فاذا خففنا سعرات وعملنا ريست للجسم يعني اعتبرناها نقطه تحول لنظام حياتنا اكيد رح يحافظ ممكن على الوزن اللي خسره. جميل. بس اذا رجعت تخبيص وهيك لا رح يرجع الوزن. حلو هذا النظام قبل المناسبات الى 21 يوم ولا اقل، يعني خلينا نقول الاسبوع مثلا اذا يباله واحد ينقص كيلوين ثلاثه حلوين. ما بنصح قبل المناسبه. ما تنصحين جوان ليش؟ لا ما بنصح انه اكثر من لا عن جد اذا حدا. نعم. مش كثير عارف بده يستشير مختص. نحن انا اذا اجى لحدا لعندي رح اقول له اكثر من 24 ساعه اول مره
مش يعني اتس تو ماتش. ما تفضلي لازم لا. تدريجياً, تدريجيا الواحد يدخل. واذا اكثر من 3 ايام هون بتطيح الاشخاص اللي بتجئوا للمراكز المختصه, بيكون فيهم اطباء, بيكون فيهم مونيتورينج مراقبه للفايتلز تبعهم, يعني بيفحصوا الضغط, بيفحصوا السكر بالدم, بيفحصوا يعني في تحاليل بتنعمل لازم يكون صحيح, حتى يعني في بالنهايه صحه وسلامه الشخص اللي جالس يسوي هذا الصيام اهم شيء ولها الاولويه. انزين شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص وهو جالس يسوي صيام الماي اللي تنبهه انه لازم يوقف الصيام الحين وياكل بسرعه يعني الشيء اللي لازم؟ مثل ما قلت اذا في اي حالات اغماء, اي هبوط للضغط كثير يعني مفاجئ, هبوط للسكر كثير مفاجئ, يعني حالات اللي هو بيعرف يعني اذا خلص يعني مش انه متضايق شوي, يعني صار في حالات يمكن عم بيراجع يعني واغماء, هو اكثر شيء منتبه له يعني. نعم نعم طبعا اكيد في موضوع مهم, خلينا نتكلم شوي على البالغين. انت قلتي ان اصلا الصغار ما يرمون, يعني نقدر نقول من فوق 18 سنه يرمون انهم يتبعون هذا النظام يبدون ب 24 ساعه صحيح؟ بس يتوقف النمو احسن, لانه يعني في اشخاص في الاولاد يعني يمكن ل 21 سنه بضلهم عم بيكبروا. نعم هو ليش نعم. بده يعني 25 وطلوها؟ لا ما في عمر معين للبالغين افضل. صحيح نعم جميل. زين بالنسبه للاشخاص اللي يداومون او يشتغلون او يمارسون حتى الرياضه او عندهم بعض الهوايات المعينه ولكن حابين يتبعون صيام الماي, هل في نصائح معينه او هل يرمون اصلا انهم يتبعونه في حاله عندهم نشاطات رياضيه؟ لا كيف بدهم يعملوا نشاط رياضي اذا هو الهدف من صيام الماي هو انه نخفف الانسولين بالجسم. نعم هلا في بروسس معين بالخلايا كثير وخفف تخفيف الانرجي على مستوى الخلايا, فانا اذا عملت شيء كثير رياضه 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 ما راح اقدر اعمل البرفورمنس اللي انا عاده بعملها, فبننصح انه تكون الرياضه عم نعملها مثل ما قلت يوغا او ستريتشنج كثير خفيف, بس ما راح يقدروا يعملوا النشاطات مجهود لانه بتطلب كثير سكر يعني تحفيز الجلايكوجين هالاشياء, فما فيهم يعني ننصح بعد 3 ايام انه هيك حتى اذا فينا ما نروح على الشغل بيكون احسن, كيف بدنا نركز صحيح خاصه صحيح. اول يوم نعم نعم صح. يعني ما تفضلين انه مع النشاطات اليوم جوان بالنسبه للفيتامينز او الفيتامينات هل نروم ان ناخذها ويا صيام الماء؟ اذا هي فينا عاده بالوريد نعطي نحن اذا كانوا مثلا عم بيروحوا على المراكز بيعطون حقن بالوريد لانه مش بيتطلب هضم او شيء او نعم. هلا في مثلا الجاميز بقلبهم سكر هو اكيد لا ما فينا ناخذهم نعم. بس اذا مكملات فينا ما نعم. يكون فيهم اشياء فيها سعرات حراريه يعني بس المغنيسيوم او يعني البوتاسيوم هالاشياء فينا نعم. بس ما يكون فيها سكر او ملونات او اشياء يعني هيك جميل. في هذه المرحلة طبعا نحن قلنا ان الحوامل ما يرمون انهم يتبعون هذا الصيام وغيره. اليوم اذا نبغى نتكلم عن الاشخاص اللي في مرحلة صيام الماء, تنصحين انهم مثلا دائما هناك نصائح او دراسات تقول لك يعني يوم تبى تسوي دايت او تسوي صيام حاول انك الاشخاص اللي معك في المنزل ايضا يقومون بهذا الصيام انه مثلا او مجموعة معينة حتى انت تشجع وتصير هي اسلوب حياه, لان بالنهايه ودنا نتخلص من هذه السموم اللي موجوده. هل كاخصائيه تغذيه تفضلين هذا الشيء وممكن انه يساعد بنجاح موضوع الصيام بالماء؟ اكيد هو بارت لاي هدف صحي, اول شيء نتعلمه بالكوتشنج بيقولوا لك انه في كثير مسببات حواليك او فاكتورز داعمه اشخاص او اشياء بتدعمك, فكثير مهم اذا بتلاقي حدا يشاركك الهدف الصحي اللي انت حابة تحصل عليه, يشاركك بالشيء اللي انت بدك تعمليه, هذا الشيء كثير حلو كثير رح يحسن الاوتكمز تبعك لانه نعم. رح تشتغلوا سوا رح يكون في انه رح يفهم شو عم بتحس. تخيل انت مثلا ما عم تاكل او متضايقه والشخص اللي معك قاعد عم بياكل بيقول لك يلا صحيح. فالشخص اللي معك كثير كثير مهم انه يكون عم بيدعمك, اسلوب حياه يصير بالنهايه جوان صحيح, اسلوب حياه صحي. اليوم انت طبعا اكيد عندك الكثير من الخبره وتشوفين اشخاص ممكن قاموا بموضوع الصيام الماي, شلون تحسبون النتائج بعدين؟ يعني عقب ما سوى صيام الماي شلون تعرفين انه بالفعل الجسم تخلص من السموم, انه بالفعل الجسم استفاد على كل الاصعده اللي ذكرناها؟ اوكي اول شيء راح يبين بالبشره مثل ما قلت انا هيك كنت لاحظ عليهم ببين انه بشرتهم عن جد تحسنت كثير, هيدا بس من اول شيء بتحسيهم تغير شيء بوجههم بس تشوفيهم انه جلو كثير حلو, هيدا كبلا ما نحكي عن شو راح نحن نفحص.
هلا بالنسبه للفحص في الكيتونز، بنفحص الكيتونز اللي هن مثل ما قلت بس نحن نعمل كيتو دايت، اللي هي بس نحن نفوت بمرحله الصيام في اشياء بتنتج بالجسم تنشوف اذا هذا الصيام فعال. بس الدراسات بتفرجي نحن اذا في كيتونز بالجسم راح يكون في كثير اشياء حلوه عم بتصير، يعني عم بتحسن الجسم. فهيدا الكيتونز فينا نزيدها نقيسها. بالنسبه للسموم في كمان اوكسيداتيف ستريس، يعني نقدر ببريك بالاسبوع نقدر نفحص قد ايه الجسم معرض لاكسده. فبنلاحظ انه الاشخاص قبل بنفحص قبل ومن بعد بخف الاكسده بالجسم. جميل. ففي اشياء مؤشرات هلا على المدى البعيد رح في دراسات انعملت انه حتى ضغط الدم هو المؤشرات كمان بخف، بس هيدا على الصيام الاكثر من تقريبا 3 ايام. نعم بنلاحظ انه ضغط الدم على المدى البعيد رح يخف. الانسولين حتى مقاومه الانسولين بتخف، فهود المؤشرات بالدم. جميل. زين هذه الفحوصات هي متى تصير؟ يعني مثلا قبل الصيام، يعني خلينا نتكلم على الاشخاص اللي ماخذينه كاسلوب حياه وباستمرار يسوون هذا الصيام، يعني يسوون مثلا التحليل قبل ولا أكيد. مثلا خلال النهار ولا بشكل يومي، متى يسوون التحليل؟ قبل ما يبلشوا. هلا عم نحكي اذا عم نحكي بالحياه العاديه، في اشخاص مثلا كمان عندهم كوليسترول اشياء في قيسوا، في انه ينتبهوا هن يمكن كمان يخفوا هذه المؤشرات. فاول شيء نقطه الانطلاق، بس للكوليسترول هالاشياء بدنا 3 اشهر تنلاحظ فرق، ما فينا يعني دغري بس نخلص. فبنتبع هذا النظام على 3 اشهر مثلا مره او مرتين بالشهر، مره او مرتين بالشهر، وبنرجع بنقيس هذه المؤشرات. نعم حسب نحن شو عم نفحص. يعني بعد ما نخلص صيام الماي نرد ان نشوف التحاليل مالها. هلا بالنسبه للاكسده فينا دغري بس نخلص نفس اليوم نقيس بنلاحظ انه خف، والكيتونز هنا كمان يوميا بنقيسه. جميل. اليوم هناك ايضا اشخاص يعني يتبعون صيام بس ولكن يعتمدون مثلا على فاكهه معينه، على خضره معينه بس طول اليوم، ولكن هني دائما يكون هدفهم انقاص الوزن. هل هذه العمليه او هذا الطريقه هذه ممكن ايضا تساعدهم بالتخلص من السموم في الجسم مع انقاص الوزن، وهل هي اصلا جيده من البدايه؟ هلا نحن ما بننصح دائما انه التنوع هو مفتاح كل شيء بالحياه، صح؟ يعني حتى بالتغذيه اذا بدي اقول ما بننصح، حتى اذا احسن اكل اذا قلت لك هيدا احسن اكل بالعالم ما بنصح تاكليها كل يوم، لانه ما بدي فوت دائما على الجسم نفس النوتريينتس، يعني صحيح. لانه ما راح يكون راح يصير في عندي نقص بغير اشياء. فنحن ما بننصح ابدا يعني يكون الشخص عم بياكل نفس الاكل على مده طويله. يعني لو نسويها نفس الديتوكس، يعني نفس موضوع المي ولكن تفاح ناخذه لمده اسبوع، هل ناخذ نفس الفوائد؟ في جوسينج في كمان بهالمراكز بتتبعه، في عندي كذا اوبشن. في الديتوكس دايت بيكون بس سوائل اللي هي بس العصائر، بس العصائر، ودائما بقول بتكون كولد بريست، يعني على ماكينات خاصه مش انا بالبيت بعصرهم. يعني هاي الماكينات ما بتعمل حماوه، كمان نحافظ على الفيتامينات والمعادن، نحافظ على يعني خصائص المنيحه تبع الفيتامينات تبع الفروتس يعني والفيجيتابلز. بكون في كذا نوع عصائر مش نوع واحد كل نهار، يصير تنويع. بصير تنويع يعني. فبكون الشخص عم بيشرب 6 ل7 عصائر باليوم. هل الدراسات عم بتقول انه ممكن، لانه عم فوت سوائل شوي، بس المشكله بالسكر قد ايه فيهم سكر، يعني نحن بس نعصر رح يكون في كثير نشويات او كاربس بالعصير. فالاشخاص اللي عندهم سكري ما بنصحهم يعملوا هذه الطريقه. انا شخصيا بفضل انه ندخل العصائر بهالطريقه، يمكن نعمل اسبوع بس ما يكون كله عصائر، يعني مثلا نعمل اسبوع عصيرين او 3 بالنهار خلالهم وجبه سلطه مثلا متنوعه، بس مش اكل وحده يعني نكون عم ناكلها. التنويع اكيد حتى الجسم يستفاد من كل الفيتامينز والمعادن. نبى منك جوان اخيرا نصائح للمشاهدين بما يتعلق بصيام المي. اول شيء ما يلحقوا الترندز، دائما الترندز مشكله الترندز. صحيح. فمش كل شيء بنشوفه على السوشيال ميديا. نعم. وخاصه اذا جاي من شخص مش خبير بالمجال، ما اوكي رح تشوفوا كثير سهل حدا يخسر وزن، رح اقول لكم كثير سهل انه انا بخمس ايام خسرت 10 كيلو، هذا الشيء كثير سهل نشوفه ونسمع فيه، بس نعم. شو عم بيخسر هذا الشخص؟ هل عم بيحافظ على هذا الوزن؟ هل نعم. صحته شو صار فيها؟ فما تفكروا دائما بالرقم اللي على الميزان، دائما بقولها هيدي، فكروا بصحتكم، بس نفكر نحن بالصحه، بدي اعمل شيء ما ياذيني، بدي ما اخذ كثير سموم، بدي ما كثير اكل اشياء مقليه، اشياء مصنعه، بدي انتبه شو عم بفوت على جسمي، اقرا، لانه ما حدا بيقرا، يعني بلش شوي نكون عندنا هيك يعني وعي. نعم. على شو عم دخل على الجسم، وتلقائيا رح يخف الوزن، فما تفكروا دائما انه
انا بس الوزن والرقم اللي صح. يعني انا كاخصائيه تغذيه ما بفكر بالوقت، اكيد بفكر بس منه اهم شيء عند الشخص. نعم. يعني في شخص يكون وزنه خفيف ويكون صحته مش منيحه، صحيح، وفي شخص يكون عنده شوي متين شوي بس يكون يعني صحته احسن أفضل. يعني الصحه العامه هي احسن شيء المفروض اللي نتبعه ونركز عليها. صح. والى جانب النظام الغذائي بدنا الاشياء البراكتسز اللي نعملها بالحياه، مستحضرات التجميل اللي بنستعملها كثير مهم، انه نشوف الالومنيوم فري، البارابن فري، في الاشياء يعني الفتاليت، فهي ما بعرف اذا حدا عم يفهم شو عم تحكي لانه ما في وعي على الموضوع. نعم. ف يعني كيف انا بدي اقرا المكونات على الاكل الى جانبه انا ما في يكون عم انتبه على اكلي وما عم بنتبه على شو عم دخل على بشرتي، المي اللي عم بستعملها، فكله نظام. ولكن شو علاقه مستحضرات التجميل بصحه الجسم الداخليه والتغذيه؟ اكيد احنا بس نحط مستحضر تجميل على الوجه رح يمتصج، رح يروح بالبلط بالدم، يعني وين بده يروح؟ نعم. فنفس الشيء نعم. كمان ينتقل. صحيح صحيح. فهذه نقطة جدا مهمة بالأخص أكيد للاستخدام مثلا اليومي لمستحضر التجميل، الأفضل أن نختار المكونات اللي تكون وبالووتر فاستنج بالهود المراكز على فكرة ما بيحطوا ميك اب، بيوقفوا الأدوية المش ضرورية، فهو بيعملوا ديتوكس مش بس من الأكل، يعني جميل. بيعملوا ديتوكس عن كثير، حتى شراشف التخت يعني بتكون ما فيها أشياء بتأذي. نعم. في كثير أشياء بدنا ننتبه لها يعني إلى جانب النظام الغذائي. جميل. فهلا بصير في كثير خوف اوقات اذا في فرق كثير خفيف بين واحد يكون منتبه وصير في عنده هوس. صحيح. فما يخافوا كثير مش هالقد يعني حتى ما يوصل لمرحله الهوس. صحيح. يعني انا ودي اجرب صيام الماي، ما ادري بسال المشاهدين بيطرشونا اذا حد جربه لانه هو يعتبر صعب، ولكن مقارنه بفوائده اتوقع انها هي وهو اختيار جيد للصحه العامه اكيد. صح. للجسم. جوان شكرا، يعطيك العافيه استضافه، نورتينا اكيد. شكراً.